لا يدخل الجنة النمام قفك درا درا لها كان هذا الكقادة كان كلن هذا الكلوجيو قلدا إدت كم هذا حسكو جلي إسكو دفتا كان جنة ما قلبو رسول كيودي لبا قبر ابو نبي كوري مدي علين قيم بقادو كوكلا تاجي لبا دا قبر عدة كجر توا كو عذابيهن عمل وين وصدا أوسي وين لقوم عذابي كان واحد لقوم عذابي يا مركب طهارة دا آد اسكو اسكو ما طهيرين وبولي كادة اسكو ما حاجة جنجرين كان وحوها قف وحوها درا درا لا قف قدت كهذا الكوكا لقاضب وهاي دت كاسكو درا لبدا لبدا عمل بلقوك العذاب يا ابو رسول كويري لك ويتري يا ويري نبي نبي قوي مدى عليه الصلاة والسلام حيري قبر هبلا يلا يدا بدرس كيجا صلاة بدن نبي تو كتا صوم كيجا نوا بدن يهاي لكن جار كيجا عرب كود بتاع نبي الله بل كورن مرقابو نبي قد تاس النار بي كجر تابو يدي كو كلا يدا نيجا هبلا يدرس كيجا صلاة ديو دون ما بدن شن تا وقت بي إلى لسا صوم كيجا نما بدن أو بشار بدن بي صوم تا لكن جار كيجا كان نبات قلب يدي كورن نبي الله مرقابو نبي قد تاس جنة كجر تابو يدي جندا وحلقو متيسا عبادة بدن حمودينه وعوين حق إلهي مركات إلى لسد وفرائض حقوق ده بني آدم كان إلى لين هذا حق إلهي آد إلى لسد وحقوق ده بني آدم كآت كتمتد حق إلهي كلي جنة كوكي ميسد وقو قال هذا حقوق ده بني آدم كآت بو إلى ليان وواك إحسان كو أدون كو دن سو قارا يو لكن ما دام حق إلهي أي ضيعين حقوق ذا بني آدم كي إلى ليان جنة كو قل ما ين النار بكو قل ين وقو هذا مسلم آتهي ومسلمات آتهي وذاتكو إسلاه ذاهي أنو إلهي بان قانا إلهي بان عابد يا وحق إلهي وان إلى لن حق بني آدم كان وكتو من هذا اللي ذاهي ما يتاعدنا جنة كو قل ميسد وقو لبعض حق بوعين لا إلهي حق إلهينا إلهي وحق إلهي ومحي وإن هذا إلهي آد عبدا وعبادة إلهي آد الشريك يلن طريقة نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي أتكو عبدا حقوق ذا بن آدم كأي كقوله هنا ومحي إحسان بعض السمين إس إحسان هذا إحسان لك أيوة يو ونفعك أكو مدى أقاري ويو شرك إلهي أدك كقو أبو ري ومدى ملك لفريسول كهيسو وبالله بدا حقوق ده عدوما هل بدنا لقوا إلى لياب علم دليهن إحسانا إحسانك إليهم وإساءتهم إليك إحسانك إلى الناس دتك إحسانك إلى هاي أديك وكوكو أبو ري كدقو مدى علم با إلى هاي كبر علم كبر أخلاق وناكسن با لقو سيي أخلاق وناكسن مدى لن حسعو دقالة إلى هاي كسيي دقالة هاكا كو حريري ومدى عقلي كرتبة إلى هاي كسيي عقلي كاكا كرتبة دو مدى لو حقوق بو جارك حقي سيلالي هداد إحسانك إلى هاي كوكو أبوري ومدى أي كاويدو شربا هدى لكوكو أبورني شركا ومدى ملك لفريس وأدي كاغانا هاكو دبن وعرب كاغانا ومدى هاكو دبن وأكون نبات قلي صحابي يقول من النبي قيدي يا رسول الله إلى الدردارا إلى الدردارا مرقاب النبي قل أمسك عليك لسانك عربك قبب النبي قل كويدي وابكي على خطيئتك أذيك قفك كاد عين اللؤي ذاتك كلا دنوب تود أذيك اللقوة الدين مايو أذيك آخر الدم بيقى قال اللقوة الدين مال فريسون نفط عدين تود حساب يسد دم بيقى تقش اللؤي دم بيجاك كوي وليسعك بيتك با نبي قد أقل كاغو نحكو في الله أقل كاغو في الله دو أقل كاغو كوي كو رير كاغو حكو هدافين ويا رير كاغا صدح داس وصدح هدي مدول بالله الشرحو كتب دم بالله قريا امسك لسانك با نبي قد عرب كاغا قبو عرب كسيد الله قبنا يا خير ما هنا شربها كو هدين خير هذا الخير كو هذا الخير قران كو اخري ذكري كو سماء استغفارتك كو بدي عرب كاغ الهي حسكي سو كو قوي كو قو
laa yazaanu lisaanuka radbun bidikrillaah, ku xidh carabkaaga waxaa lagu qayida oo lagu qabtaa ilaahay dikrigiisa. Haddaad dikriga ilaahay ku xidhi weydid, shaydaan baa ku hadliyo hadalkaasi meel kale ku fogayn. carabkaaga qaba macneegu waxay ka dhigan tahay wixii aakhiradaada kaa dhaawacaya ka qabo, wixii aakhiradaada kuu toosinayana ku hadal, macruuf ku sheeg oo salaada ku tuko oo qur-aan ku akhriso oo ummadda ugu nasteexee oo islaax kaga hadal oo ummadda ku xidhiidhi oo diin ummadda ugu yeedh oo diin ku baro diina kaga shaqee. wabki calaa khatiyaatika, dembiga adiga kaa dhacayna la ooyi dadka kale dunuubtooda. walaa taziru waaziratun wizra ukhraa, dad kale dembi ay sameeyeen adiga lagu saari maayo ogow. adiga taadoon baa qiyaamaha lagaala xisaabtamiye. intaad adduunyada ku nooshahay naftaada xisaabiyo, khayrkaaga iyo sharkaaga habeen walba markaad seexanayso kafada saar. midkee badan hadduu khayrku batana ilaahay ugu xamdi, hadduu sharkaagu batana ilaahay caza wajalla u noqo toobadkeen. aqalkaaguna ha kugu filaado, khaasatan haweenku. gabadhu aqal inay fadhidee sharaf ku leedahay. gabdhuhu aqalka intay joogto, gabadha muuminadu 20 ciyaala qayladooda waa u sabri kartaa, laakiin bannaanka hadday u soo baxdo dariskeyga, gabadh dariskeyga hadalkay ku jidhaado uma adkaysan karto, isku dhacayaan. ragguna waa bilcags, raggu dibadda markay joogaan 100 nin hadalkooga waa u dulqaadan karaan, waa u adkaysan karaan. laakiin laba ubad uu dhalo aqalka dhexdeeda haddii la ku qabo oo ku seexi, labada qayladooda uun boodhanaya, qayladooda iga aamusiiye ma aamusiin kari mana seexin karaayo. waayo meesha aad kala joogtaan baa kala duwan. adiga gabadha muslimaday meesha lagugu talagalay waa guriga, guriga dhexdeeda sifaad waxaad ku leedahay aad dibadda markaad u baxdo aanad yeelan karin. ragguna dibadda markay u baxaan sifaad waxay leeyihiin aqalka markay dhex joogaan ayna yeelan karin. raggu dibadda dulqaad waa ku yeelan karaan, laakiin aqalka dhexdiisa ilma yar uma dulqaadan karaan. gabadha muuminada aqalka dhexdeeda 20 ciyaala way ku raalli gelin kartaa, oo mid walba way ku aamusiin kartaa, mid walba way ku seexin kartaa, wayna u sabri kartaa. laakiin dibadda hadday u soo baxdo, islaan keliya qayladeeda u sabri kari mayso. waayo meeshan aad kala joogna ayaa kala duwan. meesha ininka laynaygu talagalay waa guriga, meesha ragga loogu talagalay inay ka soo adeegaana waa dibadda weeyaan. marka xuduud baa laynoo kala sameeyey, qof walba xadkiisa ha ku sugnaado, oo ubadka guryaha ku tarbiyadeeya, oo gabdhaheena asturka bara, asturka aqalka ilmaha labadii wada dhalatay buu nebigu leeyahay, hadday 10 jir gaadhaan haysag seexinine. wiilkana meel gooniya ka seexiya, gabadha walaashiina meel gooniya seexi. tarbiyadda ilmuhu aqalka uu ka soo qaato ayuu bannaanka ula soo baxaa. dhallinyaradeena magaalada joogta waad arkaysaan, dhallinyarada waad la yaabaysaa. dhallinyarada wax lala yaaba maaha, waayo waxaan ula yaabayn cirkana kamay soo dhicin, buurahana kamay soo dhex bixine, aqallay ka soo dhex baxeen. dhaqankan markaa dhallinyaradu bannaanka ay ula soo baxeen, aqallay kala soo baxeen. hadday aqallada dadka jooga ay hagaagsanaan lahaayeen, ubad hagaagsan baa aqallada ka soo bixi lahaa. maadaama waalidadii ay noqdeen kuwa diin aanan danaynaynin, ubadkiina iyaguna diin danayn maayaana ogow. marka allah inagu anfaco, allahna inuu dambi dhaafo, aan toobad keenno oo dadaal baa inaga muuqdo oo waa dadaalaysaan runtii. markaskan markaz almarwa macalimiinta rag iyo haween baa runtii dadaal khayr dadaal baa ka muuqda. dadaalkooga ilaahay dayici maayo. jamaacaddeenna iyo dadkeenna ku xidhanna iyadana dadaal baa inaga muuqda, sidaad khayrka u soo ajiibteen eed u danaynaysaan inikuna sii kordhiya. oo mar alle markay kulamada caynka ay laynoo qabanayo, keliga ha imanine haweenka dariskaaga soo wad, naahiblaayayna mari, naahiblaayayna mari. oo khayrka shaqadiisa ragga iyo macallimaadka ha ku eegina keligoode, diinta xil baa inaga saarana, diinta ka wada shaqayno. hada wabillahi tawfiiq, wasala allahu calaa nabiyina muxamed. bushaaro bushaaro bushaaro, haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka, tarbiyadda awlaada iyo luqadda carabiga.
هذا سقورست واي سقطة الله مروقة وفي فافعين كل حريق من برد الشاشة دكان مطة هم ذين دكسي يا الله إنك برشة القرآن الكريم كا يعنت شريعة دارو هجر